برعاية الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر، أجرى القيادي في المشروع محمد وليد البنا حملة لتنظيف أزقة منطقتي العقادات والسجن القديم في الموصل. جرى خلال الحملة رفع النفايات وتنظيف أغلب الأزقة في منطقتي العقادات والسجن القديم على يد شباب المشروع العربي وبإشراف مباشر من قبل القيادي محمد وليد البنا، وأثنى أهالي المنطقتين على الجهود المبذولة والمستمرة منذ أعوام للحفاظ عليهما. نشكر أستاذ محمد وليد على تنظيف منطقة القلوات والعقادات والنبسيج ومنطقة السجن. هاي ما أول مرة يكرر، أي صاروا 4 سنوات الأستاذ محمد وليد أخونا وصديقنا وبمنطقتنا ودائما يساعد العالم. نشكر الأستاذ وأخونا وبمنطقتنا محمد وليد على جهوده المبذولة اليوم، طبعا حملة تنظيف بالمناطق منطقة العقيدات ومنطقة القلوات شارع السجن القديم، طبعا نشكره على جهوده المبذولة.